يوم لنا ويوم عليكم يا جنا والله يرحمكم يوم لنا ويوم عليكم يا جنا والله يرحمكم يا بديع وكبار سيدي يا بدي سبحان الله. معكم عثمان القناوي، عثمان من مواليد مدينة جديدة، 33 سنة بمدينة الجديد. أول حاجة أنا كنت متجه للون الغيواني، بديت به في 2005 اللي كنت كان مع مجموعة ديال الحال الغيوان، كنت نوجه لهم التحية هما اللي بديت معهم الأولين. من بعد خديت واحد الاتجاه آخر اللي هو تاكناويت، وكان المسار ديالو صعيب شوية والحمد لله توافقت فيه، وكانوا كان من هو السبب ديالي ديال خديت واحد الطريق ديال النجاح في المسيرة ديالي. ما عمر شي واحد علمني في تاكناويت شي حاجه، ولكن كنحترم كاع المعلمين ديال المدينه ديال جديده ولا خارج المدينه ديال جديده، كاملين كنحترمهم. غير انا ما عمر شي واحد علمني تاكناويت، تعلمتها بوحدي وموهبه من عند الله. هي تاكناويت ما عندهاش اغاني ديال شي واحد، هي ديال الجميع. اي واحد بغى يغني من حقه يغني، انا كتبقى اغاني ديال الجميع. كاينش حاجه ديالي اللي مغنيها انايا، واللي ان شاء الله غتكون في السوق عما قريب ان شاء الله، لالبوم غنائي لون فيه ريده صغير وعثمان. وكاين اعمال اخرى بحال الغيوان، ما تاكناويت كيبقاو الديسك ديال الاصليين، ما ديال حتى شي واحد، كلشي ديال القناوه هذاك. منهم معلم شعيب، منهم الدراري، كلشي يعني بدا كيشوف حس باللي راه كاينه عندي واحد اللمسه ديال من نكون قناوي ونكون انني نهز هذا المشعل ديال مدينتي ونشرف مدينتي خارج من المدن. وهادشي اللي كان في المسار ديالي الفني، انا خدمت بزاف ديال لي فيستيفالات يعني خارج من الجديده. غنيت انا والشاب بلال في 2012، غنيت انا والشاب بلال، وكانت كان لي شرف كبير انا نغني مع نجم كبير. وخارج الجديده عن نجوم كبار بحال في لاسينات مع الستاتي مع ود الحوات، يعني الى فيستيفال جوهره، فيستيفال انغام ديال في الوالديه، عاوتاني كازا، في مراكش الصغيره، مخليت قند يعني مشهور في الحمد لله في المغرب كامل، وزوين مع المعلمين ومع الدراري قناوه كاملين، كلشي كيعرف عثمان الطيبوبه ديالو. جا مرحبا بي، هذاك احساس يعني ما اي واحد غيتوقع. في هذاك الوقت ديال 2012 كان بيا بلال، يعني باش كان واحد الاحساس اللي هو ما نعاودش لك، كان باش نسيطر على روسنا مره برا، كنعاودو نشوفو فيه واش هو ولا ماشي هو، واش بي. كنتمنى، انا كنتمنى العمل مع الشاب بلال شرف ليا كبير وبزاف. وعندي طلب اخر عطيني يعني اللي كعزيز عليا، ندير وياه ديو يكون هبيل، عندك عديد ميلودي باش ندير مع هذا الديو هذا. المهم اكثر يا عادي الميلودي كنوجه ليه التحيه. انا كنبغي الشباب دابا اللي يتجهوا للدومين ديال القناوه
يعني كاين الشباب اللي باقيين صغار تبارك الله راه متمكنين وكاين اللي عندوك حتى قناويت يعني راه ماشي نتمنى يديرها هوايه ما يديرها صنعه. وكنشكر جميع المغاربه رمضان كريم على الحباب كاملين شكرا. الصافي يا الزين الصافي يا سالب عقلي شعرك مقطع مسكين مقطع مسكين عيونك مسبوغين شعرك مقطع مسكين قطع مسكين العيون مسبوغين كين ديري يا الزين الصافي يا سالب عقلي. يوم لنا ويوم عليكم يا جنا والله يرحمكم يوم لنا ويوم عليكم يا جنا والله يرحمكم يوم ديوم وكبار سيدي يوم دي سبحان الله اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.